يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اللي يطلع عليكم يوميا من خلال قناه كويت سبورت. هذا البرنامج المميز اللي اليوم سلطنا ضوء فيه على ضيف ايضا مميز في لعبه رياضيه مميزه، لكن قبل لا نبلش في مشوار هذه الحلقه خلونا نروح حق هذا التقرير ومن بعده راجعين لكم. موسى عمران نجم كويتي من ذهب، له الكثير من الإنجازات في رياضة الجمباز التي تألق فيها حتى أصبح صاحب اسما معروفا على المستوى المحلي والعربي من خلال مشاركته المتميزة التي عكستها الميداليات والكؤوس التي حصل عليها. هذا الشاب الواعد بدأ نجمه يبزغ في عالم الرياضة مبكرا جدا، وقد حقق العديد من الانتصارات في عالم الجمباز وتربع على المراكز الثلاث الأولى. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا التقرير اللي من خلاله تعرفنا على ضيفنا لحلقة اليوم. باسمي وباسمكم أعزائي المشاهدين خلوني أرحب في ضيفنا لاعب نادي العربي والمنتخب الوطني للجمباز الكابتن موسى عمراني. مسيك الله بالخير. مسك الله بالنور أخوي عبد الله، ومشكورين على استضافتكم على هذا اللقاء، ومشكورين على أن وقع الاختيار علي في هذا البرنامج. طول لي عمرك، أنت لاعب مميز ولك إنجازات عديدة ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن بالبداية موسى شو اللي حببك في هذه اللعبة؟ والله هو مو كحب اللعبة هذه، يعني احنا الوالد والوالدة كانوا حريصين ان احنا ندش هاللعبة مو حبا، يعني فأكثر شيء ان نستفيد من يستفيدون منه ان ندش رياضة نمارس رياضة في يعني في الكويت وهذا. فأخوي بلشت من أخوي الكبير ان ندش هذه الرياضة، من بعدها من أخو برا أخو قمنا ندش هذه الرياضة. فهو مو حب كثر ما ان الوالد والوالدة كانوا حريصين ان احنا ندش هاللعبة، هم كانوا حريصين على الرياضة بشكل عام، على هذه الرياضة. لأن الأخ العود دش فشافوها وشافوا شنو لها فائدة حق تأثيرها على الشخص، وهذا إنه وايد مفيدة، حتى مفيدة حق إنه تأسسك حق رياضات ثانية إذا أنت حاب دش رياضة ثانية. صحيح كلامك منطقي. أنتوا ما شاء الله تبارك الرحمن 10 إخوان. إيه. فدشيتوا هذه الرياضة كلكم. دشيتوا في نفس المجال في الرياضه هذه اللي هي الجمباز، ما حد فيكم طلع راح لعب لعبه ثانيه ولا؟ لا كلنا دشينا هالرياضه، يعني ما حد مارس غير هالرياضه، وكلنا يعني 9 اخوان بالنادي العربي بس اخو واحد راح الغاتسيه. هذا المنشط الوحيد هذا الوحيد اللي راح الغاتسيه. طيب موسى، انت شاركت في العديد من البطولات سواء محليه او خليجيه بشكل عام، كلمنا عن البطولات هذه وشنو اللي حققت منها؟ والله وايد انجازات، يعني حتى في المدارس يمن كانوا يسوون بطولات وكنا على طول يعني ناخذ الاول في البطولات هذه، والمحليه وايد يعني كاس تفوق وميداليات في على مستوى الاجهزه وعلى مستوى الفردي العام، وايد حققنا انجازات يعني. الكشافين اللي بالمدارس، احنا دائما من قبل كانت الرياضات لها اهميه في المدارس، وكان في كشافين يطلعون حق هذه الرياضات، لا زالت اليوم موجوده هذه المهنه؟ اي موجوده يعني المدربين اللي موجودين، يعني سواء لان هم الصبح ما في يعني ما عندهم مثلا تمرين وهذا، فيطلعون الصبح يروحون يشوفون اللاعبين يعني مثلا يكتشفون لاعبين حق اللعبه هذه، فموجودين لا زالت موجوده. ممتاز. اللياقة والمرونة موسى، هذه من أبرز الخصائص أو نقول المميزات اللي لازم تكون في لاعب الجمباز. اليوم لاعب الجمباز شنو المميزات غير هالأمور هذه اللي تكون موجودة فيه عشان يدش هذه اللعبة، والعمر اللي مفروض يدشه؟ طبعا حق بالنسبة حق لعبة الجمباز تحتاج مثلا من عمر 6 يعني أكثر شيء إلى 8 سنوات. ما تحتاج يعني مثلا اذا اكثر من 8 سنوات، على حسب اذا كانوا يشوفون يختبرون اللاعب على مرونته على لياقته على مثلا مدى تحمله القوى العصبيه، مثلا شلون نقدر مثلا يمارس بالاجهزه يعني جميع الاجهزه الموجوده، يعني تعرف في رياضه الجمباز 6 اجهزه، فتحتاج يعني جهد كبير مرونه عاليه، وهم من نفس الامر ينطبق حتى حق اللاعبين الصغار، حتى اللي 6 سنوات اللي مثلا اللي الفئة اللي فيها الدش فيها الجمباز اللي هي من 6 إلى 8، فتحتاج هم ان يختبرون اللاعب يشوفون مدى مرونته يشوفون طوله. حتى الجمباز يعني اكثر شيء تحتاج يعني مو الاطوال، اطوال تكون شويه صعب عليهم يمارسون، اكثر شيء تحتاج حق مثلا القصار، يعني
أو, او او المعدل الوسط يعني الوسط مثلا إيه متر 70 متر في طوال في طوال بس يعني هو الافضل حق لاعب جمباز يكون قصير القامه قصير القامه وبالتالي احنا قاعد نشوف ابطال العالم ما شاء الله يعني تلاقيهم من متر 70 متر 65 إيه؟ ابطال العالم اغلبهم يكونون متوسطين القامه نقول إيه؟ ما نقول قصار لان الطول الطبيعي حق الشاب ممكن من متر 70 لمتر 90 صح هذا طول طبيعي إيه؟ فانتم تركزون على قصار القامه اكثر شيء مثلا هو يعني مو نركز اكثر هو يعني يساعد يعني قصر القامه اكثر يساعد اكثر من اللي هو الطويل طيب انت موسى لعبت في النادي العربي او بيتك الثاني نقول النادي العربي أيه. شلون الجهاز الاداري معاكم كلاعبين انتم في هذه الرياضه في دعم منهم والله شوف الجهاز الاداري والفني يعني دائما هم يتغير هذا فهم يعني ما يقصرون مع اللاعبين اول مشكله في الاداره إدارة الأندية مو النادي نفسه مو أقول لك النادي العربي الرياضة بشكل عام يعني بكل جميع الأندية اللي هو الدعم المادي الاهتمام حق اللعبة وايد شغلات يعني مثلاً هم الإداريين يسوون يقومون دورهم وزيادة يعني مو مقصرين حتى اللاعبين يقومون دورهم وزيادة هو المشكلة الاهتمام يعني الاهتمام المادي المعنوي انه يحسسك ان هذه اللعبه مهمه وان يدعمونها يعني هذا اللي كان فاقد هاللعبه هذا يرني حق سؤال موسى انتم اليوم في عندكم احتراف نتكلم مثلا الاحتراف الجزئي او الاحتراف الكامل في لعبه الجمباز في لها احتراف احتراف شوف انا حتى الاحتراف الجزئي مثلا يعني احنا انا بلشت على يعني الاحتراف الجزئي بلش 2007 يمكن اول سنه اخذ فيها احتراف يعني اول ما بلش هذه انا كنت من ضمن الاحتراف كان الجزئي. في عام 2007 2007 طبق او 2008 من 2007 هو طبق القانون ممتاز فيعني هو ساعدنا انا ما اقول لك ما ساعدنا يعني كان يعني تعتبر انا ما اعتبره احتراف اعتبره مكافاه يعني مكافاه صحيح يعني احتراف غير يعني أساسياته وتطبيقه وايد غير مختلف جدا في فرق ما بين الاحتراف وما بين الاحتراف الجزئي مصدر. وايد فرق أنا شنو الفرق بينهم؟ الاحتراف لازم أنت تكون متفرغ حق اللعبة هذه وأنه في يعني دعم مادي كبير يعني مو نفس مكافأة شهرية 400 دينار أو هذا يمشي لك على شهريا يعني تقصد السبونسرات والدعاية والإعلانات وهالأمور هذه يعني لا أكثر بعد يعني هم يعني مثلا يكون أنت متفرغ حق اللعبة وظيفتك هذه الاحتراف هم من تبدي يعني ما أقولك من عمري أنا ولا عمر الجيل الكبير يعني تبدي لازم تبلش فيها من السن الصغار مثلا من تأسس فيه الاحتراف كامل من اللاعبين الصغار مثلا اللي توهم داشين اللعبة مثلا ممتاز موسى أنت شاركت في العديد من البطولات وما شاء الله تبارك الرحمن عندك ألقاب وإنجازات كثيرة شلون اليوم موسى عمران يهيئ نفسه حق أي بطولة لازم في طقوس معينة تسويها قبل كل بطولة عدل هو مو طقوس يعني مثلا لاعب قبل البطولة مثلا يفكر بالبطولة مثلا حالاتي مثلا شنو بيسوي شنو بيأدي باكر شلون بيكون مثلا يتجاوز مثلا إذا صار مثلا هو قاعد يلعب طاح ولا شيء بالجهاز او هذا شلون يتجاوز هالامر انه يبعد نفسه عن الضغوطات مثلا يحاول انه يعيش بهدوء لا يفكر بالبطوله يريح جسمه يريح ينام هو يعني غالبا انا اقول لك يعني كل بطوله صعب واحد يقدر ينام يعني حاتي انه بس شو بيصير شلون اشد حيلي شلون اخذ المركز الاول شلون نساعد بعض احنا كفريق وهذا فلازم تكون هادي وتلهي نفسك ما تنشغل عن شو اسمه قصدي تشغل روحك عن البطوله تبعد عن الضغوطات الاعلاميه تبعد وهذا تريح نفسك وتنام عدل وهذا وبس موسى في معسكرات تسوونها سواء داخليه او خارجيه حق هذه اللعبه؟ في بس يعني المعسكر الوحيد اللي مع النادي اذكر يعني اللي كان افضل معسكر كان في اوكرانيا ممتاز كان في سنه يمكن 2002 يمكن 2003 اتوقع إيه هذا المعسكر كان من أفضل المعسكرات اللي يعني النادي ودانا ولا أكثر المعسكرات كانت مصر ويمكن حفظناها وحفظنا الفندق وحفظنا النادي اللي نروح له من كثر ما يودونا بس هذا مع أن مصر مو هينة في لعبة الجمباز يعني ما شاء الله ترى عندهم ألقاب عندهم إنجازات وعندهم ما شاء الله عددهم كبير هم أكيد طبعا أكيد يعني راح يطلع منهم بطل يطلع منهم شنو الفرق موسى اليوم بين المعسكر الداخلي والخارجي احنا دائما نسمع في معسكر داخلي وفي معسكر خارجي شنو الفرق بينهم وشنو الأحسن
طبعا الاحسن اكيد المعسكر الخارجي. الخارجي يعني انت تغير او شيء احتكاك او شيء مع لاعبين ثانيين من دول ثانيه، خصوصا مثلا اذا كانوا دول مثلا فيها لاعبين عالميين مثلا يلعبون بطولات شركه بطولات العالم، فانت تستفيد من المعسكر الخارجي اكثر من هذا، خصوصا مثلا هنا اذا مثلا هم يعتبر تغيير اجواء عن بلد نديرتك يعني. اكيد طبعا، وممكن اجهزه هناك عندهم افضل من هنا وكجو رياضي واحترافي هناك اكثر، فهذا يمكن الفرق هذا. وممكن ما تتعطل منهم حتى حق اللاعبين يستفيدون انه ما تحاتيهم مثلا طلعاتهم وراحتهم، ان كلكم مكان واحد بالفندق اي ما تحاتي، يكون التزامه بالتدريب اكثر يعني. النوم يكون مضبوط، إيه النوم والتغذية إيه كل شيء. مع ان هي معسكر داخلي ممكن هم نفس الشيء تضبطهم هذا بالنوم، بس ممكن يطلع لك واحد مثلا يروح مع هلا يروح مع هذا، فممكن هالشغلات ممكن تأثر. هم يبونه متفرغ تماما، متفرغ ايه بالضبط ايه، فعشان كذي يطلعونه برا الديرة ايه، اما بالديرة ممكن انه يزرق، ممكن يزرق صاحبي يا هلا ويا اكيد طبعا. موسى لاعب الجمباز اليوم ما يلعب لعبة واحدة يعني، يلعب الحلق، يلعب الحصان، يلعب اكثر من جهاز. صح صح. اليوم موسى متخصص في اي لعبة؟ في اي جهاز دقيق؟ في اي جهاز في لعبه الجمباز. انا اكثر شيء يعني حبيته الجهاز المتوازي. ممتاز يعني، بس ما حبيته وانا صغير يعني، على كبر يعني لما دشيت سن المرحله سن العام قمت يعني احقق فيه، يا الاول الثاني الاول الثاني، مرات ما احقق فيه، بس اكثر شيء اني احقق فيه ميداليات هذا الجهاز. وهو الجهاز اللي انت حققت فيه انجازات ورفعت فيه اسم الكويت سواء محليه او خارجيه البطولات. هذا الجهاز اللي يعني اكثر شيء حبيته يعني. موسى يطول لي عمرك، مشكور وما قصرت. أنا استمتعت وياك كثيرا في حلقة اليوم، وأنا الأمانة كنت أسمع شنو لعبة الجمباز لكن ما أفقه فيها شيء، فاليوم استفدنا منك الكثير، وأنا شاكر لك لحضورك اليوم وسعد صدرك ويانا. ويعطيك العافية، ومشكورين على أنكم استضفتوني وخليتوا الناس تعرف شنو لعبة الجمباز وشنو مدى تأثيرها على اللاعبين، وإن شاء الله تكونون اللاعبين الثانيين مثلا يستفيدون، قصدي لاعبين الأطفال اللي يشوفون هذا يشوفون هاللعبة ويستفيدون من هاللعبة. أكيد يا رب، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله في حياتك المستقبلية، ومشكور وما قصرت. العفو، ما قصرت، مشكور. ابتدي أعزائي المشاهدين، كنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل نلتقي وياكم إن شاء الله مع ضيف جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.